قصة نجاح وتفوق لطالبين سوريين في تركيا هو موضوع أهلنا. تتوالى قصص النجاح والتفوق الدراسي للطالب السوري في عموم بلاد اللجوء. نعم، هذا الأمر دليل على أن سوري استطاع أن يتكيف مع ظروف العيش الجديدة وأن يثبت قدرته على التفوق وحتى على طلاب البلد نفسه. أكيد رح نتابع هذا التقرير ولنا عودة للترحيب بضيوفنا. بعيداً عن أصوات الموت هنا وهناك، حمل السوري ذكرياته ورحل إلى بلاد لا تتكلم لغته، باحثاً عن نافذة أمل. مجتمع غريب وبيئة جديدة كانت عائقاً أمام أغلب السوريين، وفي مقدمة هذه الصعوبات اللغة. رغم كل المعوقات، استطاع السوري تغيير المفهوم الشائع حول اللجوء ليكون ناجحاً في أي مكان يصل إليه، وخاصة في مجال التحصيل العلمي. لتتوالى قصص نجاحات السوريين في كل مكان، وتركيا خاصة في مجال التفوق الدراسي، ليحصد البعض المراتب الأولى في أهم وأبرز الجامعات التركية. أحمد نعناعة، الطالب السوري وزميله بالدراسة عبد القادر أسطى، استطاعا لفت أنظار وسائل الإعلام العربية والتركية بعد أن حصدا المركزين الأول والثاني في كلية الطب بجامعة غازي عنتاب التركية، ليتفوقا على أقرانهم من الطلاب الأتراك والأجانب، ويكرمهم على منصة التخرج نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيشمك. رغم أن البعض يرى أن الدراسة بلغة جديدة وبيئة مختلفة قد تعيق من التفوق، ولكن السوري أثبت بجدارة قدرته على تجاوز المعوقات والتكيف مع ظروف العيش الجديدة في بلاد اللجوء. مشاهدينا، الحديث أكثر عن نجاحات السوريين في بلاد اللجوء ينضم معنا في الاستوديو أحمد نعناعة، الحائز على المركز الأول في كلية الطب بجامعة غازي عنتاب، وأيضا عبد القادر أسطى، الحائز على المركز الثاني في نفس الفرع والجامعة. أهلا وسهلا فيكم شباب، وألف مبروك. بداية أحمد، أنت طلعت بال2010 على تركيا وتفوقت بالجامعة وحصدت مراكز أولى، دائما عم تتفوق على يعني زملائك إن كان عرب أو أتراك أو سوريين. هل ممكن هالشي يولد غيرة بين الزملاء؟ هلا بصراحة حكاك صحيح، أنا جيت لهون على تركيا بعام 2010 وبلشت طريقي. بشكل عام نحن بكلية الطب بتعرف يعني كل عم تدخلوا طب، نحن بالجامعة كان طلاب من عدة جنسيات، يعني حتى كان في أمريكان، ألمان، من آسيا، من أفريقيا. بشكل عام كلهم يعني كانوا شغالين وعندهم يعني حافز وتعبانين على حالهم. من ناحية النظرات، نحن بشكل عام دائما المتفوق عنا كان نظرة احترام وتقدير، يعني مثلا يجي مثلا الأستاذ يسأل سؤال مثلا هو يجاوب كذا، بشكل عام كانت هيك النظرة. مو مثل بسوريا بيقولوا هذا ما تقربوا عليه شاطر كثير، مشاغبين بيجتمعوا دائما مع بعض. لا بالعكس، فكانت يعني نظرة إيجابية إن كان من الطلاب أو من الدكاترة. بشكل عام الظاهر كان إيجابي. بدي أحكي مع عبد القادر كمان، مبروك لإلك مرة تانية. أنت حزت على مرتبة بالنسبة للغة الإنجليزية، تفوقت بهذا المجال على كل الطلاب الموجودين بجامعتك. قديش هذا الشعور كان هيك عمل لك حافز، أو خلينا أنت توصفه، ما بدي أنا أحكي عنه. نعم، يعني هو شعور جميل جدا لا يقدر بثمن. يعني سيبقى خالدا دائما في مكان خاص بذاكري وفكري. اكيد يعني اهلك اكيد كمان افتخروا في دموع الفرح، فرحة الاهل يعني بالاولاد غير شكل، ما فرحتهم فيهم وفخورهم باولادهم، فهو دائما حافز للطلاب الثانيين انه يفرحوا اهلهم. هذا شيء كثير حلو، هم للاهل هم لك وهم البلد يعني اللي انت منه. طيب شو الصعوبات اللي واجهتك، خصوصا انه هلا اغلب الطلاب بيحكوا نفس المعاناه، انه نحن ما عم ندرس باللغه العربيه، في صعوبه بتعلم اللغه التركيه، فشو كان الصعوبات اللي واجهتك؟ يعني هو اكيد بالبدايه في صعوبات، يعني عم تدرس انت بلغه غير لغه الام اللي ترعرعت فيها كبرت فيها. فبالبدايه كنت استخدم قواميس وياخذ مني وقت اكثر، ولكن هذا مع الوقت يعني بالاصرار
التخطيط صعوبات وتحل يعني ما في شيء اي عائق اذا واحد كان بده وبيشتغل عليه. وبعدين وقوف الاهل جانب الطالب، انا بتشكر امي وابوي واخواتي اللي وقفوا جنبي وعائلتي دائما كانوا سند لي. يعني واحد لازم يتعب على حاله، هيك تفوق بده تعب، ولكن اللذة والثمرة بعدين حلوة كثير اللي بتحصلوها. نفس السؤال لك احمد، يعني انه دراسة بلغة ثانية، يعني اغلب الناس بتلاقي صعوبة انه يدرسوا بلغة ثانية، وانت درست باللغة التركية وتفوقت فيها. صح، درست اثنيناتنا درسنا طب الانجليزي، نحن عندنا سيستم انه بتدرس اول 3 سنين في فرعين، في تركي وفي انجليزي. اول 3 سنين بالانجليزي نحن درسنا اثنيناتنا، وبعدين ذاتا وقت الكلينيكال روتيشن بتروح على المستشفى 3 سنين بالتركي، ذاتا بتتعامل مع مرضى وتطلع مرضى كذا، فاجباري بالتركي لانه المرضى اتراك. صعوبة انك تدرس بلغة ثانية؟ صراحة يعني كان في بعض الصعوبات، بس الحمد لله يعني بالنسبة لي بشكل خاص ما كان هذا الامر صعب كثير. يعني من ناحية انا قبل ما اجي على تركيا كنت مقدم مثلا التوفل وكذا، فما لقيت في صعوبة، وفي عندي الباك جراوند من عائلتي انه اللغة التركية بيعرفوا اللغة التركية. فجيت لهون سجلت شهرين بالتومر، ذاتا يعني ما كان عندي مشكلة كثير باللغة. طيب شو نصيحتك للطلاب اللي عم يدرسوا بلغة ثانية وعم يشوفوا صعوبة كبيرة؟ أنا نصيحتي لكل الطلاب إنه اللغة ما يأكلوا همها كتير، يعني مشكلة اللغة بتنحل بكم شهر، يعني 6-7 شهور بتنحل يعني ماكسيمم. حتى الطلاب اللي عم يطلعوا على المانيا إنه بتنحل بسهولة مشكلة اللغة، بالعكس في شغلات لازم يأكلوا همها أكتر من اللغة. الاندماج يمكن بالجو الجديد، إن كان اندماج إن كان حتى الفرق اللي عم تدرسه مثلا، يعني دراسة الطب ما سهلة خاصة وقت الممارسة. صحيح، أنا بدي أحكي كنت عن هاي النقطة بالذات، هل دراسة الطب هي يعني نحن حملنا من سوريا دائما فكرة إنه اللي بدرس الطب هو بيدرس رغبة أهله ورغبة المجتمع أكتر ما هي رغبته، قديش هذا الشيء حقيقي وقديش فعلا أنتوا مناقضين لهذا الكلام؟ يعني أنتوا درستوا من رغبتكم؟ الصراحة أنا درست كنت يعني أنا ذاتنا بحب الساينس تبع الطب يعني، بس طبعا في كتير ناس إنه من المجتمع من الأهل بتأثروا إنه الأهل برضو لأنه أنت بدك تصير دكتور، أنت بدك تصير كذا. بنفس الوقت المجتمع بفرض عليك إنه تدرسي طب مثلا مشان من ناحية التوظيف، من ناحية البرستيج، من ناحية عدة شغلات. المجتمع بيفضل هالشيء والأهل بفضلوا هالشيء، ونحن خاصة عندنا بسوريا أو بالهند أو بكذا بتلاقي دائما نحن إنه بدنا هون يطلعوا دكاترة حتى أو مهندسين. صح، بالهند دائما. عبد القادر يمكن عندك تعليق كمان على الموضوع. يعني هو مزبوط بمجتمعاتنا في مع الأسف إنه يدرس الطب، هذا هو لازم واحد يترك الأولاد ويختار اللي بده إياه. يعني هو واحد يبدأ بالمجال اللي بيختاره أفضل ما أنه يكون طبيب عادي. فنحن لولا حبنا أنا وأحمد للطب ما كنا قدرنا نتفوق، وزملائنا الثانيين شفناهم بغير فروق تفوقوا بتركيا وبغير دول كمان. يعني لولا حبهم للفرق اللي بدهم ما بتفوقوا. فأنا بفضل أنه واحد ما يجبر أولاده يدرس الفرق، يمكن حتى بصيروا المرضى بيلمسوا أنه هذا الدكتور هو حابب مهنته أكثر من أنه دكتور دارس لرغبة أهله، مثل ما ذكرت برستيج اجتماعي وغيره. طيب عبد القادر، يعني كل شخص يبحث عن النجاح ودائما بيدور شو هو مفتاح النجاح، أنت برأيك ما هو النجاح؟ شو تعريفك للنجاح؟ يعني النجاح هو أن تقدم المطلوب منك، ولكن الأهم من ذلك أنه واحد يحقق التفوق في المجال الموجود فيه. والتفوق طبعا ما بيجي شيء بسهل، في عدة عوامل، واحد لازم يكون عنده الإرادة والصبر والمصابرة والاستمرار، التخطيط. صحيح. العمل الجاد مهم جدا. طبعا وقوف الأهالي جنب الطالب، العائلة كتير بتلعب دور، ووقوف الأصدقاء والمساندة، المدرسين كمان. طبعا توفيق الله رب العالمين كمان شيء مفيد. صحيح. نفس هو التفوق. صحيح، نفس السؤال بدي اسالك احمد، شو تعريفك للنجاح بشكل عام؟ هلا شو تعريف النجاح ولا شلون الواحد انه ينجح؟ كيف بتحس انه الشخص هذا ناجح؟ يعني انت من وجهة نظرك ما هو النجاح؟ برايي النجاح ما هو انه الواحد انه والله يصير دكتور او يصير مهندس او يطلع الاول على جامعته او هيك شيء، يعني بشغلات بسيطه. بس النجاح انه هو تغير شيء، تعمل افكت بالمجتمع، تغير المجتمع مثلا، تنفع الخلق مثلا، تخترع لقاح، دواء، او مثلا اي شغله، تخترع برنامج او جهاز يحل مشكله معينه. يعني هذا هو النجاح، انه تفيد عدد اكبر عدد ممكن من المجتمع مثلا. يعني هذا هو النجاح. صحيح، احنا مكملين معكم شباب، ولكن خلينا هلا نروح لحالات النجاح والتفوق الدراسي اللي ما بتقتصر على تواجد السوري في بلد لجوء
واحد نتابع مشاهدينا قصة تفوق أيضا للطالب السوري أحمد أكرم زيادة الذي لجأ إلى لبنان مع عائلته وحصد مجموعة 266 من أصل 280 مما خوله أن يحتل المرتبة الأولى بقاعيا والرابعة لبنانيا في الشهادة المتوسطة. انتظرت يوم النتائج ما قدرنا نطلع النتيجة، كان كتير ضغط كبير على المواقع. فتحنا على المؤتمر الصحفي تبع وزير التربية، قال إنه أول واحد بالشباب اسمه أحمد، فكل توقع إنه أنا. بعدين بيبعثوا لنا رسالة إنه أنا مجمع 266 من 280 بالامتحانات وأنا الرابع على لبنان والأول بالبقاع. من البداية تأمين التعليم لأولادنا إنه هو الهدف الأول في أسرتنا، بغض النظر عن الصعوبات الكبيرة التي كانت محيطة بنا من الناحية المادية ومن الناحية الاجتماعية ومن ناحية الظرف الجديد اللي كنا فيه. الحمد لله استطعنا بفضل الله وتوفيقه تأمين جو تعليمي بالحد الأدنى مناسب لأولادنا. النجاح والتفوق ليس مستحيلا بحال توفر العناصر اللازمة له. التلميذ أو الطالب أحمد أكرم زيادي فيه هنالك موافقة بين الاسم بأفعل التفضيل، أحمد وأكرم وزيادي كمان، فمن حسن الحظ أن هذا الطالب الذي انتمى إلى هذه المؤسسة منذ 3 سنوات وهو الحقيقة متفوق، ومعه عدد كبير من الإخوة من الطلاب والطالبات السوريين والسوريات. يمكن بحال وضع اللاجئين الموجودين بلبنان هي أكثر قصة مفرحة بنسمعها بلبنان. قديش برأيكم أنه طبعاً السؤال رح أسأله الاثنين أيضاً، المناخ المحيط يعني البلد المستضيف ممكن هو فعلاً يأثر على الطالب ويقدر يدرس وينجح ويثابر. كتير ناس مثلاً بسوريا عندها مجال وخبرات ولكن ما قدرت تأبدع، ما قدرت توصل للي بدها إياه. لا طبعاً البلد اللي أنت موجود فيه يعني خاصة بالمعطيات اللي عنده للبلد طبعا بيساعد كثير يعني الطالب. هلا مثلا بتركيا الجو انا برايي جو ممتاز، يعني بجوز ما يكون مثل امريكا واوروبا لكن بشكل عام تركيا بلد مفتوح، يعني حتى مفتوح للكل. مثلا نحن مثل ما قلت لك في عندنا بالجامعه طلاب من عده جنسيات، وتركيا صايره سياسه انه نحن بدنا نجيب الناس لعنا، يعني بدنا هالعقول وبدنا نستفيد منهم وفي دعم منيح يعني من هالناحية. إنه فأنا برأي إنه اللي بيشتغل وين ما كان يعني إلا ما يوصل. عبد القادر. نعم، يعني الكثير مهم المجتمع والدولة تقدم الإمكانيات للطالب، لأني عم نشوف يعني الإمكانيات من بلدنا عم تطير وتروح للدول الغربية وبتضيع منها، ولكن هون في تركيا قدموا شغلات كثير منيحة خاصة بشان سوريين أو مشان الأجانب التانيين عم تجذبهم للدولة. فهذا الشيء مهم جدا تقدم الامكانيات للطالب، لاني اذا ما قدمتيه هو راح يدور على امكانيات غير بلد. هل بتفكروا ترجعوا بيوم من الايام على سوريا وتمارسوا هذا النجاح والطب والمهنه تبعكم؟ انا بعرف ممكن ما تقول الجواب الصريح على الهواء بس بدنا الجواب الصريح. لك الجواب الصريح صراحه ما حدا بيعرف شو بصير بعد 10 سنين. يعني فكر لسه بعد 10 سنين بتقرر. يا هلا ذاتا في عندنا نحن اختصاص طبعا اختصاص وكذا، بعد 10 سنين طبعا يعني اذا يعني في لنا لزمه او كذا في شيء نحسن اكيد في لكم لزمه يا شباب، يعني اكيد بنتمنى ترجعوا على سوريا لانه للاسف يعني الكادر الطبي يكاد يعني ينعدم حاليا بسوريا واكيد لازم ندعم هالموضوع. بدي ارجع لك عبد القادر، يعني اثبات وجود الطالب السوري في 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 تركيا او خاصه في اي بلد غريبه، برايك هالشيء ممكن يحفزه زياده انه يدرس انه يجتهد اكثر، انه انا ببلد غريب ولازم اثبت حالي انا كضيف لازم مثلا شرف بلدي؟ طبعا هذا يعني النيه لاثبات الوجود ببلد اجنبي والضغط الهائل بيؤدي الى تفجير الطاقات الهائله والكامنه في الفرد، واللي شفناه طبعا عن موجوده كثير عند الشباب السوريين عندنا ما شاء الله عليهم،
وتفوقهم إن كان في تركيا وإن كان في الدول الباقية، وأمثلة كثيرة خير مثال على ذلك. صحيح. بالمقابل كان في ناس أحمد صار عنده إحباط إنه أنا عم بلاقي صعوبة إني اندمج بهذا المجتمع الجديد، أو يمكن عدم الاستقرار، إنه أنا دائما أفكر إنه لا أنا ماني مستقر، أنا بدي أرجع ما بدي أكمل. فهذا الشعور قديش فعلا ممكن يكون يعني يعكس أو يكون سلبي على الطالب؟ هلا أكيد في ناس عنده عدم استقرار، إنه والله أنا بجوز أرجع، والله وضعي ما مستقر، والله كذا. بس الصراحة الإنسان بس بلش يشتغل يدخل أول مرحلة، بس حط أجره مثلا بمحل معين راح يكمل 4 سنين أو 5 سنين مثلا بغض النظر أو بأي شغل، راح يروح عنه هالستريس مثلا إنه والله أنا أرجع. هو العلة نحن ضايعين، في عندنا كتير شباب ضايعين مثلا ما بيعرف إنه أنا والله أدخل هون ولا أروح لهون، ولا يعني في عندك كتير شباب ما عارف يعني شو بدهم. شو نصيحتك له لهالشباب؟ كيف ممكن يحددوا هدفه؟ الهدف واحد يطلع ايش عنده امكانيات ماديه، ايش عنده امكانيات، وين بحسن بسيفه. بتعرف انت في مشاكل هلا نحن السوريين، فيزا مثلا وين بدك تروح ما في فيزا. فبرايي انه البلد اللي قاعد فيها البلد اللي بحسن بيروح عليها، واللي عنده امكانياتها الماديه مثلا بجوز ما يحسن يدخل طب مثلا معدله ما بسمح له، او بجوز مثلا يطلع له طب جامعه خاصه بس مثلا ما بحسن يدفع القسط كذا. فده يطلع الانسان دائما يكون منطقي، مثلا انا عندي امكانيات ماديه واحد، عندي امكانيات دولية مثلا 2، انه انا وين بحسن بروح، وبناء على ذلك يحط توقعات منطقية يعني ويشتغل عليها ترتيب الأولويات، مشان ما ينزل يعني مثلا يقول والله انا بدي اصير هيك بعدين ينصدم بالمجتمع ويرجع لورا كثير. صحيح. بتحكونا هيك عن احلامكم؟ من ناحية احلامي الحمد لله يعني هلا نحن تخرجنا وكذا، من هلا عندنا مشوار الاختصاص. صراحة انا افكر اختص كارديولوجي يعني داخلية بعدين كارديولوجي. البلد لسه ما حددت وين بالضبط، بس على الأفضل طبعا. حلو. وبعدين يعني أنا بذاتا بحب أشتغل يعني جنولو يعني متطوع، مثلا روح على بنغلاديش أو روح على كذا مثلا. حلو. طبيب حروب؟ مو حروب، مثلا من فترة كان في ببنغلاديش مثلا في أزمة بدهم متطوعين يعني. قلت روح أنا بس للأسف ما حسنت مثلا. أو مثلا بإفريقيا في ميشن مثلا بلبنان او باردن، دائما في ميشن يعني دائما نزلت شعوب تعاني يعني، مو بس صحيح. الشعب السوري في كل الشعوب تعاني. طيب وخلينا كمان نشوف حلم عبد القادر. يعني هو الحلم انا طبعا التفوق، واحد لما يشعر اللحظات ما بحب يعيفها، بحب الاستمراريه. حلمك؟ فحلمي انه استمر على التفوق هذا ودائما اكون من الافضل في اي مجال بدخله، وان شاء الله الله بيحضر. ان شاء الله نحن كمان بنتمنى لكم التوفيق بكل احلامكم. اكيد فخورين بكل الشباب السوري اللي قدر فعلا ينجح ويثبت حاله. بدي اتشكركم، كنتوا معنا الدكتور احمد نعناع، صار فينا نقول لك دكتور ما نكفى رجل، احمد نعناع والدكتور ايضا عبد القادر قصته. شكرا لكم. شكرا، اهلا وسهلا. شكر موصول اكيد لكل مشاهدينا بحلقه اليوم بلم الشمل. تزورونا بكره بنفس التوقيت بحلقه جديده. الى اللقاء. الى اللقاء.